إذا كل شيء عم بيوصلنا حق اللي برنا إياه، ليش بدي انتهر؟ ليش بدي أهرب؟ ما أنا هدفي جاي يشتغل هون. عم بتغار، عم بتنام مع رجال، ما تنام مع صاحبين البيت. لو أنا بدي أعمل مشكل أنا وجوزي، كنا عملنا مشكل طويل عريض من تحت راس كذبة. فهمتي؟ هون بالستيديو مش بالبيت مدام. أنا رفعت الدو عليا بالمحكمة. كف من هون، كف من هون.